لسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. طبعا من الأفكار المنتشرة بين بعض الناس لما تلاقوا شخص مهتم قوي بفكرة أنه ياخد مكملات غذائية أو فيتامين، دايما بيدور بيشوف الفيتامينز اللي جسمه محتاجها بيبدأ يعوضهم. أكيد ده يعني أي شخص كمان بيلعب أي رياضة أو أنه مثلا عامل لا قدر الله عملية بتتطلب منه أنه ياخد بعدها فيتامينز. فكرة المكمل الغذائي بشكل عام هي فكرة ترفيهية ومش ضرورية بالمرة، وطبعا ده معتقد خاطئ لأنه بالفعل هو مش كده، لأن نقص الفيتامينز في الجسم دي بيترتب عليها أضرار كتيرة جدا. وطبعا ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو، دكتور دينا أبو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. أهلا بيك يا دندول. أهلا بيك، منوراني. روح قلبي عظيمة. حبيبة قلبي. طبعا أنا يعني ببقى سعيدة بوجودك معايا، منوراني ومشرفاني. والله عظيمة، أنت بتديني طاقة إيجابية يا روح قلبي، فعشان كده كل ما باجي بحس إن أنا ما بشتغلش، جاية أخرج معاكي يا حبيبة قلبي. منورة أنا كلنا والله بجد، نورة قناة الأهلي. سعيدة لأنك هتردي على إجابات كتير، وده يعني بيفرق مع ناس كتير حقيقة في المتابعة جدا معانا، وأنا ببقى مبسوطة إن إحنا بنجاوبهم على طول. معاك يا حبيبتي. الفيتامينز إحنا قلنا إيه، ممكن تبقى حاجة ترفيهية، يقول لك إيه خد لك فيتامين شاحب كده يومين ثلاثة وتبقى كويس. ساعات بنسمع على فكرة كده، وتسمعي إيه إلا أنت كده شكلك كده ليه، طب هتاخدي مقويات؟ أيوة عليها ساعات مقويات. أيوة والله العظيم. مقوي عام فعلا للصحة والجسم. طيب قول لنا الأول، هي ايه أهمية الفيتامينز دي للجسم؟ يعني بتعمل ايه في جسمنا؟ بنحتاجها ليه؟ صيانة للجسم. اوكي. من الآخر. تدعيم لصحة الجسم وتدعيم للخلايا وعدم أكسدة الخلايا وعدم تلف الخلايا وتدعيم الدم وتدعيم الدورة الدموية وتدعيم صحة البشرة والشعر والضوافر وتدعيم التمثيل الغذائي وسرعة الأيض وتدعيم المناعة والطاقة والنشاط البدني والتركيز. هي دي الفيتامينات والمعادن. طب هل الفيتامينات والمعادن أخدها شوية وبطل شوية؟ الجسم الحقيقة محتاج فيتامينات والمعادن every day، كل يوم. ما ينفعش يوم عدي من غير ما أنا واخدة فيتامينات والمعادن. عشان كده بتلاقي مثلا إن راجل، يمكن كنت أنا في النادي ما شاء الله يعني 75 سنة الله أكبر الله. وبيعوم وانا طبعًا. بقعد اتفرج عليه اللي هو ايه، يا ريتني اوصل للسن ده واعرف اتحرك بالكلام ده. يا حبيبتي ربنا يديك كان معايا راجل يعني راجل كبير، فبساله بحب اعرف الطاقه دي، فبيقول لي الاكل، بيقول لي لازم الصبح السلطه تبقى كل الالوان عشان اطمن ان كل الفيتامينز ان الفيتامينات موجوده. فبيقول لي لا لازم كده. النشويات بيقول لي الرز والمكرونه كده باخد معلقه، البروتينات كذا كذا. فالناس اللي عايزه تعيش او بتعيش بصحه اطول فتره ممكنه لا غنى عن الفيتامينات والمعادن. واكيد اكيد برشح وبقوه ألب مالتي فيت، لان ألب مالتي فيت داعم جدا وليه ست مزايا اعتقد انها مش موجوده في كل يعني في معظم المكملات الغذائيه اللي الفيتامينات اللي هي المجموعه دي. وبستأذن الساده المشاهدين ان هم يصوروا برضو العلبه، ايوه، عشان انا ما عنديش بديل لألب مالتي فيت لا بالسعر الاعلى ولا بالسعر الارخص، هو اوريدي سعره رائع رائع رائع. هتقدروا تاخدوه يا اما من الصيدليات، احنا موجودين في سلسله صيدليات كبيره، انت عارفه سلاسل الصيدليات الكبيره بتبقى موجوده في كل المحافظات، ممتد المحافظات. احنا موجودين في سلسله منهم كويس، وموجودين كمان عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه. هايل. فده بقى حريه الاختيار للي بيتفرجوا علينا، يا اما ينزلوا الصيدليه اللي جنب بيتهم اللي هي سلسله الصيدليات الكبيره، مش عارفه اقول الاسم، او يستسهلوا يتصلوا او يعرفوا يجي لهم بالتليفون بالظبط، حتى الاقرب مكان ممكن تبقى فرع قريب ليهم يشوفوها فين. والحلو انما انا اقول يا عظيمه جيبوهم الصيدليات، ايه ده، لا ده الدكتوره دينا بقى بتتكلم على حاجه موجوده. طبعا امنه رقم واحد. طبعا. وطبعا اللي انا شايفاه دلوقتي على الشاشه الناس اللي بترى ده مميزات ألب مالتي فيت. يعني دلوقتي لما اجي اقول لك انا واحده هم مش عارفه حاجه، واقول لك طب انت دلوقتي رشحتي لي الألب مالتي فيت، طب ايه بقى يعني ايه بقى اللي خلاكي ترشحيه لي؟ طب ما هو في مكملات غذائيه ثانيه كويسه برضو. اللي خلاني ارشح ألب مالتي فيت لان انا اصلا جربته اول حاجه واداني اداء، يعني انا لو هتكلم عن تجربتي الشخصيه نشاطي بقى اعلى شويه، يعني اعلى شويه كتير، تركيزي اعلى شويه،
كتير برضو مش شويه الحمد لله. شعري اتحسن لان انا يعني يمكن بشتغل شبه يومي فعلى طول شعري بيتعمل بعمايل كتير جدا، وكان شعري بيقع وما كنتش فاهمه نتيجه نقص فيتامينات ومعادن. باب النجار مخلع يعني. تخيلي طيب. بقى تخيلي فيمكن انا وقت تغيير الفصول شعري بيقع يعني بيحصل طبعًا. تساقط بس بقى لقيت بعد ما دخلنا في الصيف رجع تاني يقع. فطبعا لما بدات بقى لا لازم بقى ارجع. انا عندي بقى مشكله اني بنسى اخد مفيش حد ما ينفعش يا جماعه تنسوا يعني ما دام بدانا سواء دواء سواء مكمل غذائي لازم يتاخد الدواء زي ما الدكتور ما قال. والالب مالتي فيت زي ما انا بقول الجرعه المناسبه اللي واخدين بيها الترخيص اللي هي كبسوله واحده في اليوم عشان يقدر يحس بنتيجه عشان تحس بنتيجه لكن كبسوله كل 3 ايام انا جسمي محتاج يوميا زنك زنك نحاس فيتامين سي مجموعه فيتامينات ب الكامله كالسيوم وكل دول موجودين في كبسوله واحده من الب مالتي فيت. واكيد بستاذن الكنترول يعرض لي الترخيص بتاعي او الترخيص بتاع المنتج عامه. طيب. طبعا ده الترخيص و و و ودي حاجه حلوه قوي ان انا اعرض ترخيص المنتج بتاعي على الشاشه الب مالتي فيت امان لكل الناس. طبعا بس يعني الدكتوره دينا بتتكلم على منتج مرخص في الفيتامينات اللي احنا محتاجينها يوميا. طبعا في فيتامينات تانية اللي هي قابله للذوبان في الدهون برضو لو محتاجين بياخدوا سبلمنت تاني مع الب مالتي فيت. لكن مع الب مالتي فيت ما تاخدوش حاجه تانية فيها فيتامين سي وزنك ما تاخدوش الكلام ده خلاص بقى. عايزين تاخدوا الفيتامين ده لو واقع عندكم ده لوحده. فهمت. فيتامين كي فيتامين الف ده لوحده حاجات اللي هي ناقصه عندكم بشكل تاني غير اللي موجوده هنا في الالب مالتي فيت. بالظبط. فانا بتكلم على منتج رائع فيتامين قوي جدا مرخص من هيئه سلامه الغذاء وشفنا الترخيص على الشاشه وموجود في سلسله صيدليات كبيره من اهم صيدليات مصر مغطيه في كل المحافظات. حلو قوي. والسعر رائع. السعر رائع متناول الجميع بلا استثناء. عشان كده يمكن لما بعمل الريفيو مع الكول سنتر فبحب كل فين وفين اتكلم ايه الاخبار فيقولوا لي يا دكتوره دينا هو ما فيش حد بيطلب علبه لما بيعرف السعر بيطلبوا ستوك عشان ياخد كمان. لا بس هو مش هيمشي عليه شهر اكيد. انا عارفه ان العلبه 3 شرايط طبعا يعني 30 يوم 30 يوم لكن انا اكيد مش همشي شهر. لا وكمان بياخد لزوجته لان هو وبتلاقي كمان الشباب كمان دلوقتي بيجيبوه لامهاتهم وابهاتهم لان يمكن السن الكبير محتاج جدا جدا الفيتامينات والمعادن. لو هقول مين اكتر ناس محتاجه قوي قوي فيتامينات ومعادن كبار السن الفيجيتيريانز الناس النباتيين ما بياكلوش بروتين لحمه ولا دجاج ولا دي مشكله. ما بقولش ان احنا نكتر ما بقولش ناكل لحمه كل يوم. انا ما باكلش لحمه كل يوم عشان اليوريك اسيد عندي ما يعلاش ولا انا والكوليسترول والحاجات دي. على الرغم اني بحب اللحمه جدا انا بحبها يزيمة. بس بقيت ايه مش لازم احب الحاجه لا اشوف الحاجه الـ المفيده خلاص المفيده لجسمي عشان كلنا هنكبر. صحيح. فمش عايزين نكبر بامراض. فاللحمه مهمه جدا لان اللحمه هي المصدر الاساسي للفيتامين ب طبعا ولا والبروتين طبعا بروتين. يعني عالي لكن كمان مصدر عالي للفيتامين ب هايل ب والفوليك اسيد. فمهم قوي ان احنا ندعم ابهاتنا وامهاتنا يمكن هم السن الكبير الفيجنز اللي دخلوا عمليات سمنه مفرطه. أوكي. مهم جدا محتاجين فيتامينز. طبعا واكيد اخواتنا المسيحيين اللي لو بيصوموا فترات طويله ضد اي روح بيحبوا يدعموا جدا طبعا بالفيتامينات والمعادن. الست الحامل محتاجه فيتامينات ومعادن. الست ما بعد سن ال 45 وهي داخله على ال 50 المونوبوز تغيير الهرمونات عندها محتاجه فيتامينات ومعادن. الرجال محتاجين فيتامينات ومعادن. الرجال مهم جدا يدعموا نشاطهم وتركيزهم وقوتهم البدنيه وقوه اعصابهم. فمحتاجين برضو فيتامينات ومعادن. وبرضو هرشح اكيد اي ال بي او الب. انا بختصر وبقول الب هو الاسم العلمي بتاعه اي ال بي مالتي فيت. انا بقول الب مالتي فيت ان يبقى سهل عليا في النطق. اوكي هسالك بقى حاجه. تعالي بقى نستسمحهم في الكنترول يعرضوا لنا النسب عشان انا عايزاكي تكلمينا شويه عن النسب اللي في الفيتامين ده. اوكي في ناس كتير ممكن تكون مثلا ايه عارفه انه زي وزي اي فيتامين فخلينا نعرفهم الفروق بين الب مالتي فيت وبين اي فيتامين تاني. طيب هقول لك النسب وهقول كل فيتامين وايه هو اللي بيتميز بيه الب مالتي فيت في نسبه الفيتامين. هقول لك كل فيتامين موجود. أوكي. بيعمل ايه. طيب يلا بينا. اول حاجه يمكن مكتوب اعلى تركيز في الزنك.
الزنك حوالي 24 ميلي جرام او 23.9. ايوه الزنك مهم قوي لكل العمليات الحيويه في الجسم. مهم للرجل جدا للمناعه وللستات للمناعه، مهم لدعم الخصوبة عند الرجال، وبرجع أقول ليس علاج لأي مرض وليس علاج لمرض العقم عند الراجل أكيد، لكن داعم جدا للخصوبة. لإيه؟ ليه بقول كده؟ لأن الزنك مهم قوي لأي حاجة بتتجدد. معنى كده أنه مهم للدم، خلايا الدم بتتجدد كل 3 شهور، فالزنك مهم. مهم جدا للشعر، الشعر كل 3 شهور بيتجدد، والضوافر بتتجدد، الحيوانات المنوية عند الرجل بتتجدد، فأي حاجة بتتجدد احنا محتاجين ندعم بالزنك. بلس ان الزنك عنصر أساسي لدعم المناعة. على طول أول ما يجي لنا كده برد هنقول زنك وفيتامين سي ونحاس. طبعا عندي نحاس كمان مع الفي دي، خدت بالي. عندي فيتامين هي اللي هو فيتامين اي، ده اعلى مضاد اكسده ربنا خلقه. طب احنا ناخد مداخله ونستكمل مع بعض تاني بقيه الوقت. اسمحوا لنا معانا مداخله، معانا هاله. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. اهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا. بص حضرتك، صدقيني المنتج ده رائع جدا. انا كنت بشتغل بالليل، بحس ان انا جسمي متاخده ومعايا اولاد 3 اولاد، ما كنتش بقدر اقاوم في الشغل ولا اقاوم في اي حاجه، وكنت شعري ده كان بيقع بطول وضفاري بقت تتكسر. انا خدت عبوتين، انا استخدمت بعد الشر عليك. فحسيت ان انا يعني في حاجات كتيره لقيت جسمي كان فيها جسمي اتنشط كده، جسمي لقيته الشات بدل الشات، ولقيت في حاجات كتيره حلوه خالص فيه بامانه يعني. صح انا حبيبتي بامانه بجد يا مدام هاله، انا مبسوطه قوي قوي بتليفونك حضرتك. انا قاريه، انا حضرتك من البحيره صح مدام هاله؟ من المنيا يا دكتور. اوكي، طبعا سلامي لكل حبايبنا في المنيا. مبسوطه جدا بتليفون حضرتك، ومبسوطه جدا من الفيدباك، ومبسوطه جدا انه حضرتك مرتاحه عليه، ودي حاجه تبسطني وتشجعني ان انا يعني على طول يعني على طول اتكلم بقلب. انت عارفه يا عظيمه، الناس الريل طبعا. اللي هم مدام هاله اللي بتتكلم، وهي اللي اتكلمت وقالت انا عايزه اطلع اقول تجربتي. دي حاجه تسعدني جدا جدا. ومدام هاله، ايه رايك في سعره بصراحه يعني بدون مجاملات؟ جدا. انا بصراحه عمر ما جبت حاجه من التلفزيون، اول مره اتفرج في التلفزيون واجيب حاجه، بس بجد سعره هاي. ده ثقه من يعني ثقه كبيره يعني، وشرف على راسي والله العظيم يا مدام هاله. تسلمي لي وكل ذوق. انا نفسي يعني بصراحه اي منتج تطلعيه الناس تاخده. حبيبة قلبي، وأنا على قد ثقتك وثقة الناس فيا. تسلمي لي يا حبيبتي، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكملي عليه. ما يعني أنا على طول بقول ألف مرة تجيبي. بقالك قد إيه مدام هلا بتاخديه؟ يعني أنا أخدت عبوتين شهرين. ما قلتلك شهرين يعني، خلصت واحدة والثانية جربت تخلص، وأنا لما ما شاء الله لأنه ممكن تلاقيه في الصيدلية، بس أنا بصراحة لسه ما خدتوش حاجة في الصيدلية. حبيبتي معرفش متوفر عندنا هنا ولا لا؟ متوفر. طبعا يا فندم متوفر. احنا متوفرين في سلسلة صيدليات كبيرة، مش بقول الاسم الصيدليه بس هي معروفه جدا، وسلسله الصيدليات الكبيره موجوده حضرتك في المنيا، موجوده اكيد الارقام اللي على الشاشه بقى. يا اما لو مش عارفه توصلي للصيدليه اللي بقولك عليها عندك حضرتك، بستاذن الرقم على الشاشه. ما هو حضرتك جبتيه اكيد يا اما من الرقم على الشاشه يا اما من الصيدليه، ما عندناش اي منفذ بيع تاني. فقراري الطريقه، يا اما من الرقم على الشاشه يا اما من الصيدليه يا فندم. بنشكر حضرتك مدام هاله، نورتينا. طبعا بصي، هو يعني دي حاجه حلوه ان الواحد بتقول لك ما جربتش منتج من التلفزيون. ايوه، على فكره الناس اللي بطبيعتهم دول يعني ايه بيقولوا فعلا، ودي بتبقى حاجه جميله ان الواحد يقول العيوب والمميزات. ما انا قلت لها بدون مجامله، قولي لي السعر عجبك ولا لا. انا طبعا بالنسبه لي ببقى مبسوطه، لانه بصي هو السعر ساعات بيربط الواحد انه يبقى نفسه يجيب الحاجه، بس السعر ممكن يكون عائق لناس كتير، وناس كتير من حقها ان هي تحصل على اي منتج فيه مكمل غذائي يدعم صحتها اللي هي محتاجاه. فانا دي طبعا شكر خاص للشركه اكيد، لان هم حطوا رقم يعني متناول كل الفئات. طب احنا معانا تليفون تاني. طب مين معانا الاسم؟ طيب
ماشي هيجي لنا يرجعوا يكلمونا مره تانية. طيب خلينا نستكمل الاول بقيه النسب اللي موجوده من انا قلت فيتامين سي وقلت فيتامين ايه وقلت لنا الزنك والزنك فيتامين ه اللي هو فيتامين ايه طبعا ده اقوى مضاد اكسده فيتامين ايه مهم. يمكن ما قلتش ان فيتامين ايه مهم بيدعم الخصوبه للسيدات لانه بينشط لي بيعزز لي اي حاجه مضاده للاكسده بتقلل الالتهابات اوتوماتيك بيعزز لي الدوره الدمويه فبتلاقي ان الدوره الدمويه بيحصل لها تعزيز في منطقه المبايض عندها كويس. فبيعمل تنشيط او بيعمل تدعيم للخصوبه وليس علاج برضو ارجع اقول فيتامين سي مهم لحاجات كتيره اولا مناعه ثانيا لانتاج الكولاجين بعد في العشرينات الحقيقه بيقل وده بروتين مهم قوي للغضاريف في العشرينات طب قول البنات بقى في العشرينات مش انا على طول بقول البنات من سن 20 سنه تبتدي تحط كريمات على بشرتها فيها فيتامين سي وكده لان بتاخري جدا النمو او ظهور التجاعيد ما انت لو الكولاجين قل على طول بشره شحبه بشره فيها خطوط هما بيتعبوا امتحانات وهرس طول السنه وتحت العين مش عارفه ايه ففيتامين سي مهم. رائع يمكن فيتامين سي كمان مهم ليه جدا جدا امتصاص الحديد صح ده من الاساسي يمكن دكاتره لما بيلاقوا نقص حديد مثلا بيرشحوا هناخد فيتامين سي هناخد الحديد الفلاني وخد معاه فيتامين سي صحيح عشان يمتص. طيب عندي ايه كمان داخل الف مالتي فيت عندي فيتامين ب 3 6 5 فيتامين ب 2 12 و1 طبعا ال 12 فوليك اسيد رائع ما شاء الله الفوليك اسيد رائع لحاجات كتيره جدا كميه فيتامينز مهمه طبعا وكالسيوم طب خلينا ناخد المداخله رجعت تاني ناخد معانا ياسمين اهلا وسهلا الو ازي حضرتك شفا عظيم حبيبه قلبي اهلا بيكي ياسمين اتفضلي روح قلبي دكتور معايا معاك اتفضلي اهلا بيكي ياسمين ازيك يا ياسمين الحمد لله كويس عامله ايه دكتور الحمد لله يا حبيبتي معاكي سؤالك هو انا يا دكتور بيجي لي قله تركيز كده الوقت الثاني عندك كام سنه يا ياسمين عندي 26 اوكي يعني انت بس بتعاني من قله التركيز وبلاقي دايما بشرتي صفراء دايما شحبه كده طيب هتستخدمي الف مالتي فيت هتلاقي التركيز معاكي احسن من الاول بكتير وهتلاقي نشاطك احسن والمودك احسن بالنسبه للبشره هتلاقي تدعيم للبشره جدا البشره الشحبه محتاجه فيتامين سي محتاجه فيتامين اي محتاجه فيتامين ب يمكن ناس كتير مش عارفه ان فيتامين ب مهم قوي لترطيب البشره جدا بشره شحبه يعني بشره جافه فهتاخدي الف مالتي فيت وفيتامين سي هيعزز لك انتاج الكولاجين وهيمنع من ظهور او الاكسس ميلانين يمكن لما بتنزلي الشمس من غير واقي شمس ولازم تنزلي لو تعرضتي للشمس لازم تحطي الواقي الشمس بتاعك بالاس بي اف 50 بلس ده اقل حاجه وبعد كده بتاخدي يا اما تحطي كريم ترطيب يا اما تاخدي البيلز بتاعه الف مالتي فيت هتتبسط من النتيجه جدا انا نسيت اسالها هي في محافظه ايه يروح قلبي يعني مش مشكلة. ياسمين قالت لكم في محافظه ايه يا جماعه القاهره من القاهرة احنا موجودين في صيدليات معروفة جدا يا اما هتاخديه من الصيدلية يا اما هتتكلمي عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة هتاخدي الجرعة بتاعتك المناسبة هي كبسولة واحدة بعد الفطار او بعد الغداء ياسمين طيب قولي لنا بقى مناسب لكل الاعمار ابتداء من 13 14 سنة يعني ينفع ياخدوه طبعا 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 أوكي. هو مش علاج هو ما فيهوش مادة فعالة اصلا لا انا اقصد ان هم كاطفال في العمر ده ممكن مناسب ليهم بقى خلاص ان هم ياخدوه طبعا لان هي كمان الكبسولة شوية يعني الاطفال هم الثلاث واربع وخمس وست سنين ما ينفعش بياخدوا سيربس ليهم لازم عشان ما يعرفوش يبلعوا عشان مش بيعرف يبلع هو كبسولة مش سيرب انا والله مش عارفه اقول لك ايه انا بجد مبسوطه جدا بوجودك معايا بجد دينا حقيقي بشكرك على اجاباتك على الاسئله الرائعه لانه في ناس كتير مختلط عليها الامر بجد وانت كل ما بتتكلمي بتوضحي نقط مهمه مبسوطه بكل مجموعه فيتامين بي لانه انا يعني انا واحده من الناس كنت بعاني انه بيبقى عندي حاجه عايزه اخدها تابلتس والاقي حاجه مضطر اخدها انجكشن لانه ما فيهاش البي ده يعني ما فيهاش مثلا ال 12 فلازم اخده بره تاخديه بره فدي برده بتفرق فالحمد لله ان هو ملم بكل العناصر او الفيتامينز الهامه اللي نحتاجها يوميا بشكرك لوجودك معايا جدا بجد اسمحوا لي اشكر ضيفتي دكتور دينا ابو السعود المستشاره الطبي لشركه بايو ناتشرال شرفتيني ونورتيني تسلمي دايما متالقه معايا ودايما نجاوب على اسئله كل اصدقائنا متواصلين مع حضراتكم اتمنى يا رب الفقره الطبيه تكون نالت اعجابكم ونكون جاوبنا على كل الاسئله اللي حضراتكم بعتوها
بعته لنا. واخيرا بقى اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.